صوت تقدم لكم مقالة صوتية بعنوان الحسين عليه السلام للكاتب المهندس عدنان عبد الله العثمان من موقع القبس الإلكتروني. لا يمكن أن يمر يوم استشهاد سبط رسول الله الحسين بن علي عليهما السلام من دون أن يخيم الحزن على القلب، وأن يقف الإنسان ليرى ماذا خط الحسين للبشرية. ذلك الإمام الثائر على الظلم، الذي لم يرتضي أن يضيع الحق دون أن يحرك ساكناً، أو أن يقبل أمراً واقعاً فرض من باب قوة وقهر، وهو الذي كان يعلم بأن النصر لن يكون حليفه إلا من باب الشهادة، فسطر أروع ملاحم التاريخ بوقوفه وحيداً أمام جحافل بني أمية ومن خذله من بعض أهل العراق، فأنار بشهادته دروب الحق والعزة والإباء، ورسم لنا خريطة الطريق. تلك الخريطة للأسف لم يعيها جيداً الكثير من أمة محمد، فاختلفوا أكثر مما اتفقوا، وإن كان حب الحسين وآل البيت لا يختلف عليه اثنان. وجاء شهر محرم هذا العام متزامناً مع تاريخ الغزو العراقي الغاشم على وطننا، فهذا يوم لن ينسى ولن نسمح بأن ينسى، ولا يعني ذلك بأي شكل من الأشكال سل سيف العداء وإلى الأبد على الشعب العراقي الذي عانى وما زال يعاني من حقبة حكم المقبور صدام وأزلامه. ولكن يوم الثاني من أغسطس بتاريخنا هو يوم حزن بقلب كل كويتي، وسيبقى كذلك. وكما أسلفت لن ننسى، وعلينا غرس ذلك اليوم بقلوب أبنائنا وأحفادنا، ليعلموا كيف يصبح الإنسان بلا وطن، وكيف علينا الحفاظ عليه والتضحية والعمل لرفعته. فلأجل ذلك لن ندعهم ينسون هذا اليوم، ونذكرهم بما كان عليه شعب الكويت من لحمة وطنية وتكاتف بجميع فئاته وطوائفه. ولكن دون غرس توريث العداء والكراهية للأجيال القادمة. وبسياق شهر محرم سرني كثيراً رؤية تعاون أصحاب الحسينيات وجهدهم الواضح وحرصهم على الوحدة الوطنية، كما سررت برؤية زيارة السنة لإخوانهم الشيعة بحسينياتهم. وما أسعدني أيضاً هو الجو التنظيمي والخطة الأمنية التي يقوم بها رجال الداخلية لتأمين الحسينيات، فهذه هي الكويت، وهؤلاء هم أهل الكويت، ود ومحبة واحترام. وبهذه المناسبة نعزي أنفسنا ونتقدم بأحر التعازي لإخواننا الشيعة، ونترحم على شهدائنا الأبرار. أختم مقالي بأجمل ما قرأت من شعر برثاء الحسين عليه السلام للشاعر الأندلسي أبي البقاء الرندي، حين قال: أبيت فلا يساعدني عزاء إذا ذكر الحسين وكربلاء، فخلي الوجد يفعل ما يشاء، لمثل اليوم يدخر البكاء، عفا من آل فاطمة الجواء. بعينك يا رسول الله ما بي، دموعي في انهمال وانسكابي، وقلبي في انتهاب والتهابي، على دار مكرمة الجناب عفتها الرياح بعدك والسماء. بكيت منازل الصبر السرات بمكة والمدينة والفرات، معالم للعلا والمكرمات عفت آثارها، وكذا كياتي على آثار من ذهب العفاء. وتسلمون. إذا أعجبتكم المقالة شاركوها مع أصدقائكم، وإذا أردتم الاستماع لمزيد من مقالاتنا سارعوا بتثبيت تطبيقنا صوت
مع تحيات صوت صدى المعرفة.